مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نشوفوا الزواق ديال الشهده. في الجزء الاول وضعت فيه هذوك الببوشات صغار اللي كتشوفوا فيهم في الشهده في الوسط، فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. والان غادي نديروا الطرز الرباطي وكذلك البريد. فهنا غتلاحظوا معايا اول ملاحظه، هنا اسفل الشهده غتلقاو اربعه الغرزات، فخذوا هذوك الجوج اللي جاوا في الوسط، ومن بعد غادي ترجعوا وتاخذوا هاد الغرزه هذه. والان غتحسبوا معايا، يعني غنحسبوا من الغرزه اللي طالع منها الخيط، يعني واحد جوج ثلاثة. هنا عندكم ثلاثة الغرزات، ففي الغرزة الثالثة غادي نهبط الإبرة بالخيط ديالها. الخيط مبروم على ثلاثة شعرات. هنا في الطرز الرباطي تقدروا تستعملوا الخيط مبروم على أربعة شعرات، يعني ماشي إشكال. وهنا فاش تخدموا بالخيط على ثلاثة ردوا البال، غير إلا بانت لكم شي فراغ عاودوا يعني خدموه باش ما يبقاش الفراغ يبان. لاحظوا معايا الآن جيدا شحال غادي نلقاو من غرزة، واحد جوج ثلاثة أربعة. الآن حنا دابا غادين وكنكبروا، يعني غادين وتتزاد. يعني في الأول كانوا عندي جوج الغرزات، شوية لقيت ثلاثة الغرزات، الآن أربعة. دابا إلا لاحظتوا معايا غادي نلقاو خمسة الغرزات. شوفوا معايا هنا جيدا، غادي نطلع الإبرة من هاد العين هادي وغادي نحسب هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا لقينا خمسة، يعني احنا فين ما يعني هذا هو الطرز فوق من الراندة. الا كنتو باغين مثلا الشكل ديال المثلث، فغادي في الاول غتبقاو غاديين وكتزاد عندكم، يعني الغرازي غاديين وتيتزادوا. لاحظوا معايا هنا جيدا، غادي نطلع البراق من هاد الجهه هذه. الان غادي نلقاو ستة، يعني لان احنا ديما غتزاد عندنا وحده. فهنا واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. هنا ستة غتلقاوها صغيرة في هذا القنت هذا اللي جمع العين ديال الشهدة. فالان غادي الان دابا شنو غادي نديرو، غنبداو تنجمعو في هذا المثلث. هنا كنا غاديين وتنزيدو، يعني مره لقينا جوج ثلاثة أربعة حتى وصلنا ستة. الان غاديين وتنقصو، يعني دابا غادي نلقى غير خمسة باش نبقى انا غادي وتنقص حتى نسد هاد الشكل هذا. انا بغيت هاد الشكل يعني بحال هكا، هنا جوج ثلاثة أربعة خمسة. لاحظوا معايا الان لقينا خمسة، فنهبطوا الإبرة. والان شوفوا معايا دابا غادي نحسبوا وشحال غادي نلقاو. دابا غادي نلقاو أربعة، فواحد جوج ثلاثة ربعة. لقينا هنا ربعة الغرزات، يعني انا هنا غادا وتنجمع تنقص. طرز الرباطي يعني فوق الراندة ساهل بزاف، لان عندنا هادوك الغرازي هما اللي تيحدوا لينا الخدمة، فاحنا غير خاصنا نحسبو مزيان ونختاروا الشكل اللي احنا بغيناه. يعني فايت ليا وضعت فيديوهات على الطرز الرباطي فيهم بزاف الاشكال. ودابا لاحظوا معايا غادي نلقاو ثلاثه الغرزات، وفي الاخر غادي نلقى جوج. المهم رجعوا القناه اللي بغات تشوف يعني الاشكال ديال الطرز الرباطي، كاينين بزاف ديال الاشكال، يعني اشكال ما يعني بزاف، يعني كل واحد حيت كل مره كنلقاو شي واحد كيخترع لينا شي حاجه جديده. ضروري يعني غادي نحاولوا ان احنا نتعاملوا على حساب الشكل اللي عندنا في الخدمه. الان لاحظوا معايا جيدا، غادي نجي لهاد الغرزه اللي عندي في الوسط من بعد ما كملت هاد الشكل. غادي دابا شنو غادي نخدمو، دابا غنديروا البريد. هنا كاينه واحد الغرزه فهي اللي طلعنا منها الابره. والان غادي نحسب، شوفوا معايا هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. هنا حسبت خمسه الغرازي غاديين في نفس الخط، وغادي نهبط الابره هنا في النقطه الخامسه بالضبط. غادي نهبط الابره وغادي نرجع نطلعها من نقطه البدايه، يعني من اللي هبط الخيط اول مره.
فهنا غادي نطلعوا يعني الإبرة. هذا هو البريد، يعني كنبقاو كندوروا الخيط. والآن غادي نبدأ نلوي. هنا غادي ندير واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. درت هنا 14 لوية. هنا البريد راه ديما كنعتمدوا يعني على عيننا ميزاننا في الخدمة، فأنا استعملت هنا 14، عندي 5 الغرزات. فأنتوما كل وحدة وشحال غادا تعطيها من غرزة؟ اللي كانت عندكم حتى أنتوما 5 الغرزات فديروا 14، عدد مناسب. اللي شافت معايا الفيديو في الاول فراه عارفه باللي هاد الخدمه راها طالعه على 31 غرزه كامله، يعني ملي كتبدي تشهد اول مره خدمت على 31 غرزه. فالان انا غادي نرجع نهبط البراق من هذيك النقطه اللي خدمنا عليها، وغادي نجي لهنا. هاد العوينه اللي كتكون هابطه واحد شويه على الراس هي اللي غادي نبدا نخدم عليها البريد، وغادي نبقى مره نخدم وحده من هكا ومره نخدم وحده من الجهه الاخرى. فالان انا غادي نمشي مع هذاك الخط اللي درنا فيه 5 الغرزات. غنجي للغرزه السادسه، هي هذه الغرزه رقم 6، يعني في نفس الخط، يعني حنا غادي تما وغادي بنفس الخط. طبيعه الحال كاينين بزاف الاشكال، فهنا غادي نرجع وغادي ندير واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. هنا كذلك استعملت نفس العدد. علاش؟ لأن أنا هبطت الغرزة السادسة، فاش كنا درنا 5 الغرزات أتعطينا تما 6، ملي هبط الستة يعني راه هبط عاوتاني كذلك من الفوق، يعني واخا نحافظ على العدد فغتجي مقاده وغتجي هي هذيك. المهم قد ما كتكبر المسافه خاصنا نزيدو، يعني نزيدو عدد اللويات اللي تلويو. فلاحظوا معايا الان كي منين غادي نطلعوا يعني الابره غنجي لهاد الغرزه هذه. الان شفتوا معايا هاد الغرزة اللي حدا الراس اللي حنا خدمنا عليه، وغادي نرجع نهبط البرة في نفس النقطة اللي درت فيها هاد البريد الثاني، نفس النقطة. لاحظوا معايا نفس الغرزة او نفس النقطة كنخدموا عليها جوج، يعني مثلا هذيك الغرزة رقم 6 خدمت عليها جوج، غادي نهبط الغرزة رقم 7 نخدم عليها كذلك جوج، 8 جوج، 9 جوج، حتى نوصل العدد اللي انا باغاه، يعني حتى نكبرها نوصل العدد اللي انا باغاه عاد غادي نكمل. هنا كذلك درت في الجهه اليمنى قدرنا مثلا 14، كذلك هنا غادي ندير 14 دوره. يعني حنا دابا غاديين نفس العدد، مثلا ملي غادي نهبط دابا الاخرى حتى هي غادي نمشي معاها، يعني نفس العدد نبقاو غاديين معاه. فهنا نكملوا، يعني انا هنا كملت. لاحظوا معايا الشكل كيفاش جا، يعني جا رائع. انا هنا بغيت نزيد نكبرها كما قلت لكم، هذه الغرزه رقم 7، يعني هذه رقم 7. فالان غادي نبقاو غاديين بواحد الشكل يعني توسعي، يعني غاديين نزيدو نكبروها. فشوفوا معايا الان فين غادي نهبطوا البره، غادي نجي لهاد الغرزه هذه اللي هنا في هذا المكان. لاحظوا معايا جيدا، وفي الجهه المقابله كذلك غادي نستعمل نفس العدد، ونحاول ان يعني نجيب نفس الغرزه، نفس الغرزه اللي خدمتها في هاد الجهه اليمنى هي اللي نخدم عليها يعني في الجهه اليسرى. هنا البريد يعني هاد الشكل هذا ساهل، وكاين بزاف الاشكال اللي ممكن ديروهم، يعني انا قدرت هاد الشكل، فتقدر وحده اخرى دير شكل اخر، يعني ماشي غادي نقتصروا حنا على شكل واحد فقط، غير هو يعني شوفوا بزاف الفيديوهات باش تاخذوا فكره اكبر. فالان يعني تنهبطوا البريد عادي، ورجع نهبط البرا كيف ما يعني خدمتها في الاول.
حاولوا انكم ما تزيروش ليدكم بزاف وكذلك ما ترخفوهاش باش البراده غير تجر والبريد يتبت فوق من الراندا. صراحه البريد هو اللي تيعطي الخدمه يعني الجماليه وكيعطيها واحد الشكل رائع. يعني اي خدمه درتيها تقدري ديري لها البريد، طرز رباطي حتى هو كيجي رائع. هنا في هذه الخدمه اللي لاحظتوا معايا غادي تشوفوا الصوره في النهايه ديال الفيديو، فغتلقاوني انني مزجت ما بين البريد الطرز الرباطي والطرز البرازيلي وكذلك الغرزه الفرنسيه. يعني حاولت انني ندخلهم كاملين في جلابه واحده، يعني نفس الجلابه خدمت فيها هذا الشيء كامل. بطبيعه الحال يعني صعيب باش تطبق هذه الخدمه هذه في شي خدمه من غير يعني الشهده كتجي فيها، باش انني نقدر مثلا نخدم يعني الطرز البرازيلي مع البريد مع الرباطي كاملين نخدمهم في نفس الجلابه. ف يعني مثلا الجوزه يمكن ما نقدرش نطبق في هذا الشيء كامل في نفس الوقت، ولكن هنا في الشهده جات رائعه جدا. انتم غتشوفوا معايا الصوره في الاخر ديال الفيديو، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليق تقولوا لي فيه الراي ديالكم. لاحظوا معايا هنا مزيان، هنا عندي اربعه الغرزات، جوج ثلاثه اربعه، ديما هنا حدا الشهده من الاسفل غتلقاو اربعه، فخذوا هذوك الجوج اللي كيكونوا عندكم في الوسط. هنا غادي نديرو الطرز الرباطي غير واحد شكيل صغير كيف ما كتشوفوا معايا هنا في هاد الجهه هذه. هنا غادي نحسبوا غنلقاو ثلاثه الغرزات، ثلاثه انا هبطوا في الثالثه. هنا تقدروا ديروا شكل اخر، يعني اي شكل عجبكم ديروه. تقدروا تستعملوا كذلك العقيق عوض مثلا طرز رباطي، نديروا العقيق. فهنا غادي نحسبوا غنلقاو اربعه. لاحظوا معايا ان هنا مره يعني تنكبروا فكيتزادوا العينين كيتزادوا الغرازي، ومره كنصغروا فكينقصوا. هنا غادي نستعمل غادي نلقى ثلاثه الغرزات، فهنا غادي نلقاو ثلاثه ومن بعد غادي نلقاو جوج. نهبط هنايا الابره. ما تنسوش اللي كتشوف القناه لاول مره وعجباتها ف مرحبا بالاشتراك ديالها، ومرحبا بالتعاليق، ومرحبا يعني بالراي ديالكم. خصوصا يعني الحاجه اللي بانت لكم ماشي هي هذه كتبوها لي في التعاليق باش نرد ليها البال ونحاول انني نتجنبها في المره المقبله. الاراء ديالكم مهمه بزاف بالنسبه ليا، وكذلك اللي عجبها الفيديو وبغات يعني تزيد تشجعنا على الاستمرار فضغط على زر الاعجاب، وشكرا على المتابعه.